طفل عراقي مبدع قام بابتكارات عدة في مجال التكنولوجيا، حاز على شهادات من أشهر الجامعات العالمية، وهو في منزله وبعمر لم يتجاوز 11 عاماً. من هو هذا الطفل؟ وكيف قام بكل هذه الابتكارات وهو بهذا العمر؟ حيدر حسنين. كانوا يقولوا إنه أنت أفكارك مالت واحد بالكلية أو هيك أشياء. طفل تجاوز تفكيره حدود عمره، فبدأ بالتعلم الافتراضي لأنه لم يجد ما يناسب طموحه وفكره بالمدارس الابتدائية. الشهادة الأولى التي حصل عليها تختص بفيزيولوجية القلب، أما الشهادات الدولية الأخرى من الجامعة الأمريكية فتختص بالتكنولوجيا. ابتكر حيدر نظارة بجهاز إنذار صوتي تقوم بتنبيه السائق أثناء القيادة إذا شعر بالنعاس عبر حساسات وتقنيات ذكية. نظارة ذكية ضد النعاس، هاي النظارة الذكية يعني يرتديها السائق، وهاي السائق بس يرتديها بس يعني أثناء السياقة، مجرد أنه يعني أنه يغمض عيناه أو ينام فراح يدق إنذار من خلال هذا البزر. طبعاً هذا ابتكار واحد من ابتكارات عدة استوحاها حيدر من عالم الإنترنت والمحتوى المتاح له. أدرك مبتكرنا الصغير أن العالم الافتراضي سيف ذو حدين، يمكنه تدمير طفولته ويمكنه رفع شأنها. كانت يعني أكو بيها فيديوهات عن هيك مشاريع، فأنا يعني جذبتني المقاطع. لكن حلم مبتكرنا الصغير لم يكن في المجال التكنولوجي، بل اتجه لعالم الطب وتحديداً الاختصاص القلبي في محاولة منه لمساعدة القطاع الصحي في العراق. طموحاتي لما أكبر أريد أصير دكتور طبيب جراحة للقلب المفتوح، لأن أنا يعني قاعد ألاحظ إنه أكو هواي أطفال من العراق عندهم يتعانون من هذا المرض الخبيث، فقاعد يعني يروحون خارج قطر العراق لغير دول وخاصة بالهند. وفعلاً حيدر يكمل تعليمه في هذه المجالات منذ أن كان عمره 9 سنوات إلى الآن، سنتان من الجد والتعب والدراسة، كما أنه يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة تامة. راح يقرأ للإسم بس ما يسجل لحد ما يقرأ يعني راح يقرأ الفيس مالته الوجه مالته. وهذا أيضاً أحد ابتكارات حيدر التي تساعد على أخذ الحضور بشكل آلي من خلال مقارنة الإسم مع الوجه وإعطاء إنذار في حال الغش. طبعاً ابتكارات عملية مستوحاة من مشاكل الواقع وتسعى إلى حلها، وأهل حيدر مثل أي عائلة تسعى لإبراز مواهب طفلها وتنميتها. وأخيراً يبقى مبتكرنا الصغير نموذجاً يرينا طموح الأطفال ومقدرتهم على الابتكار. شاركوا قصة المبتكر الصغير حيدر حسنين وأخبروني بالتعليقات، هل توافقوني الرأي بأن داخل كل طفل من أطفالنا تلك الموهبة التي تستحق الاهتمام بها أم لا؟